السلام عليكم خوتي خواتاتي، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد من منطقة جديدة من مناطق مغربنا الحبيب. اليوم غادي نعرفكم على مدينة وادلا واللي كتوقع شمال المغرب على ساحل البحر الأبيض المتوسط، واللي قريبة من المدينتين الرئيسيتين تطوان وشفشاون، وتسمات بهذه السمية نظرا للنهر اللي كيحمل نفس الاسم واللي المصدر ديالو سلسلة جبال الريف قرب مدينة شفشاون. وادلا كتعتبر وجهة للسياح المغاربة والأجانب للتمتع بالساحل الأزرق الساحر اللي كيتميز بالروعة والنقاوة والجودة ديال المياه، وكذلك الرمال الذهبية اللي كتخليه يتصنف ضمن أحد أجمل الشواطئ المغربية، وهو حائز على اللواء الأزرق لنظافته وتميزه. كذلك تميز بهواء ديالها النقي والكورنيش اللي ولا كيمتد من مدخل المدينة الى مخرجها، والمدينة فيها كل ما يحتاج الزائر من مقاهي ومطاعم وسوق، وكذلك تعتبر من اجمل مصايف الشمال، والسياحة تعتبر مناسبة لجميع الطبقات الاجتماعية. Thank you.
Thank you.
نتمنى يعجبكم الفيديو، اللي كيشوف الفيديو اول مره يدعمنا بالاشتراك والتشجيع، وخليوا لي شي تعليق باش تزيد تشجعوني نزيد نوريكم باقي طرقات ومناطق مغربنا الحبيب. والى الفيديو الجاي ان شاء الله.